حلقة جديدة من حلقات المفتش أبو جلمبو. وبدأت احتفالية مهرجان الشاي والقهوة حول العالم بجدة، ومن ضمن المهرجان كان في الفقرة الأكثر إثارة على الإطلاق، فقرة البريق الصيني العجيب لمعلم الشاي العالم المشهور كم كيلو شاي. ولكن هذه الفقرة بالذات لا يمكن أن تتم من غير هذا الإبريق العجيب والمصنوع من أجود أنواع السيراميك والنحاس الثمين. صارت الساعة 9 بالليل وقرب وقت الفقرة حقت الإبريق العجيب، وطلب المعلم من مساعدته: شيلي هاتي الشاي، تجيب الإبريق من مكان المعتاد من صندوق العجائب. وكانت الصدمة لما جاءت المساعدة وقالت له الإبريق اختفى. لحسن حظ معلم الشاي المشهور كم كيلو شاي، كان المفتش أبو جلمبو من أبرز المتعوين في المهرجان، سمع معلم الشاي وهو يصرخ وينادي. وفعلا أبو جلمبو انطلق ناحية الصوت لما وصل لمصدره، وبكل روح حماسية وطاقة إيجابية سأل معلم الشاي عن مشكلته ومصيبته الفولكلورية. صاحب الإبريق الصيني العجيب كان شاكك بثلاثة، وأبو جلمبو كان مصدقه بدون أي فهدة. المشتبه الأول أكيد مساعدة معلم الشاي الصيني المعروف شيلي هاتي شاي. سير أبو جلمبو، وونغ شاي تشي سوا سوا ما بيبي، يعني أنا في هبوة وبعدين أنا في خوف من مستر تيتشر كم كيلو شاي، أنا في طموح ولازم أصير مشهور سم مستر، بس أنا في محترم لازم شغل كويس عشان يصير كبير وفاهم شغل كويس، وكمان وونغ شاي تشي مبسوط معي أكتر من مستر كم كيلو شاي. المشتبه الثاني هالة الفالة، متعهدة حفلات ومنسقة فعاليات، يهمها الجمال والتفاصيل وتميز الحدث بالفلة. بصراحة البريق العجيب هذا فلة، تطيره في الجو يعمل لك شاي، تحطه على الأرض يعمل لك جو زحمة، تفاصيله جذابة وشكله كشخة ومعدن وأصيل، يكسر لك الروتين ويخرجك عن المألوف، كله خفة وسحر وإبداع، وأهم شيء الشاي حقه فلة، الفعالية ما تكمل من غيره. وأنا دائما في حفلاتي أحب الأشياء الغريبة والفلة، بس عرفت من صاحبه إنه مو للبيع، فعلا فلته لا تقدر بثمن، ولكن أنا استغربت من عدم ظهوره في الفقرة المعتادة، خير اللهم اجعله خير. المشتبه الثالث خبير القهوة بانج بانج بون زيادة، منافس شرس لمعلم الشاي شيل هات شاي، وتتميز مهارته بعمل خلطات قهوة غريبة وفريدة من نوعها، يعني عالم ذرة بس بعالم القهوة. الشاي سواء كان لونه أخضر أو أسود أو أبيض أو حتى أورنج، تراهم كلهم جايين من نفس شجرة الشاي، ولكن القهوة تزرع في أماكن مختلفة من العالم، وهذا اللي المفروض يميزني لما أمزج القهوة الأثيوبية مع القهوة الكولومبية وأعملها بالطريقة الفرنسية. ولكن الموضوع مجهد جدا عشان أطلع بخلطة سرية مو زي الأخ شيل هات شاي، خذ لك شوية شاي مع موية وارميه في الإبريق الصيني العجيب ويطلع لك شاي مكسر الدنيا والناس عليه بالدور. أنا آسف على خسارته، ولكن السر بإبريقه مو بالشاي على عكسي أنا. المفتش أبو جلمبو، أقول أحس إني كفشته، وإنتو كفشتوه؟ عرفتوا مين سرق الإبريق الصيني العجيب حقت معلم الشاي كم كيلو شاي؟ هل هو 1 شيلي هاتي شاي، 2 هالة الفالة، 3 بانج بانج بون زيادة؟ ارسل رسالة على واتساب الإذاعة بالإجابة الصحيحة على رقم 0556689001، وحيعرض اسم الفائز والإجابة الصحيحة في برنامج السهرة أحلى.